راديو الأهرام يقدم علاء الدين مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى دلديري. ونيجي لأول فقرة معانا النهاردة، علاء الدين والأصدقاء. فقرة تمثيلية هيأديها علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان. كل حلقة هيتفقوا فيها على حاجة حلوة هتغير حياتهم، ونسمع التفاصيل مع نهى سعد، سعد المغربي، وأحمد مصطفى. ايوه بقى، احلى ماتشات هنشوفها. ايوه بقى يا مرجان، اشتريت تذاكر ليا وليكم اونلاين. كويس جدا يا علاء، او انا هشتري علم مصر لينا كلنا. بس انا بخاف من الشماريخ والصواريخ اللي بتبقى في المدرجات. هو انا جني؟ بس بخاف برضه. لا مفيش الكلام ده، خلاص المباريات متامنه جامد، والدخول بالاي دي، وكل واحد معروف وهيتفتش على البوابه الالكترونيه اللي مش هتفتح غير لما نعرف عليها الاي دي بتاعنا. وفي كمان طيارات هتصور وشوشنا وتتعرف عليها في المدرجات. قولي قولي مصر افريقيا افريقيا، انا متحمس قوي قوي. المهم من كل ده ان احنا نعامل الزوار الافارقه كويس وباحترام. يا ريت، وبلاش استغلال ليهم في التاكسي والشارع. متهيألي الناس مش هتضايقهم خلاص. ليه بقى؟ علشان مصر هتلعب وهتكسب والناس هتبقى فرحانه. ونيجي لفقرتنا الرياضية بمناسبة كأس الأمم الأفريقية. هنقدم في كل حلقة أخبار جديدة وحصرية عن البطولة، هتسمعوا فيها حاجات ومعلومات جديدة لأول مرة بتسمعوها. تابعونا، احنا عارفين ان حبايبنا الصغيرين بيحبوا الكورة جدا، فعلشان كده عملنا الفقرة دي، يا رب تعجبكم. وهيقدمها ليكم إيهاب حسين ومحمود شلبي. أصدقائنا في كل مكان، زي ما عودناكم إننا نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري على راديو الأهرام. هنعرفكم النهاردة عن أهم الإحصاءات والتواريخ عن بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر، والتي تعتبر الحدث الرياضي الأكبر في القارة الأفريقية عام 2019. منتخب مصر واحد من 4 دول المؤسسين للكاف مع السودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا، ولها الرصيد الأكبر في عدد المشاركات في البطولة برصيد 24 مرة، والحالية تبقى 25. لعبت فيهم 96 مباراة، فازت في 54 وسجلت 159 هدف. كمان مش هننسى منتخب تونس، تاني أكبر المنتخبات العربية اللي شاركت 18 مرة قبل البطولة المقامة حاليا. لعبت خلالهم 68 مباراة، فازت ب 22 وسجلت 88 هدف، وحققت اللقب مرة واحدة عام 2004. هيجي في المركز الثالث منتخب الجزائر اللي شارك في البطولة 17 مرة أيضا مقامة حاليا، نجح خلالهما في حظ اللقب مرة واحدة عام 1990. عصام الحضري وأحمد حسن هم أكثر اللاعبين الذين توجوا بالبطولة، وذلك أعوام 98 و2006 2008 و2010. كمان حسن شحاتة فهو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب البطولة 3 مرات متتالية من 2006 ل 2010. وعن أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة المقامة حاليا على الأراضي المصرية، هيجي في بدايتهم اللاعب إيمانويل إدبايور لاعب منتخب توجو ونادي اسطنبول باشا، وأيضا اللاعب علي معلول لاعب منتخب تونس والنادي الأهلي، واللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب منتخب المغرب، بالإضافة إلى العملاق فوزي غلام لاعب منتخب الجزائر ونادي نابولي. أما أبرز النجوم الحاضرين في البطولة، على رأسهم النجم محمد صلاح النجم ليفربول، وساديو ماني بيلعب برضو في ليفربول بس النجم ده السنغالي الأصل، ورياض محرز الجزائري الأصل وبيلعب في مانشستر سيتي الإنجليزي، وحكيم زياش المغربي بيلعب في أياكس أمستردام، ونبي كيتا من غينيا وبيلعب في ليفربول. أصدقاء راديو الأهرام، تابعونا في الحلقات الجاية، هنكمل معاكم أبرز أحداث البطولة الأفريقية. لفقرة حلوة يا بلدي،
في الفقرة دي هنسمع معلومة تاريخية عن مكان، عن أثر، عن شخصية مصرية. مصر بلدنا فيها حاجات كتير قوي نحكي فيها ونحكي عنها. الفقرة من إعداد وتقديم نجوى درديري. حبايبنا الصغيرين اللي متابعين مجلة علاء الدين على راديو الأهرام، النهاردة هنكلمكم على الملك فرعوني توت عنخ أمون، وده بمناسبة إن هو تميمة الحظ لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة دلوقتي على أرض مصر. الإعلان التشويقي للبطولة ظهر معاه الملك الفرعوني توت عنخ أمون وهو بيشوط وهو مرتدي قميص أحمر وعليه لوجو القارة الأفريقية السمراء وبيشوط قدامه كرة القدم. في الخلفية بيظهر الأهرامات وبرج القاهرة وعدة معالم سياحية. طيب يا ولاد، النهاردة في فقرة حلوة يا بلدي هنقدم لكم بعض المعلومات عن الملك توت عنخ أمون. هو ملك فرعوني من أشهر فراعنة مصر بسبب اكتشاف مقبرته اللي نسبت إليه. واللي اكتشف المقبرة بتاعت الملك توت عنخ أمون هو عالم المصريات الإنجليزي هاوارد كارتر، واكتشفها سنة 1922. لقى فيها كل الآثار والكنوز اللي اتحطت مع المومياء الملك توت عنخ أمون زي ما هي، وده كان العظمة في الاكتشاف، لأن كل المقابر اللي تم اكتشافها قبل ذلك كان دايما اللصوص بيبقوا فارقين منها أشياء كثيرة، وخاصة المجوهرات والحلي اللي كانوا بيحطوها مع المومياء. وكلنا عارفين يا ولاد إن الفراعنة كانوا مؤمنين بالبعث، وكانوا مؤمنين بالحياة الأخرى. الحياة الأخرى دي اللي هو هيبعث فيها تاني، فكانوا بيحطوا كل حاجة كانت في حياته الدنيا زي الحلي والكنوز بتاعته، على اعتبار ان هو كانوا بيعتقدوا كده ان هو هيبعث في الحياة التانية ويستمتع بقى بالحياة مرة أخرى ويستخدم كل الحلي اللي كانت معاه في المقبرة. وبعدين الملك توت عنخ آمون احنا عارفين ان هو ابن الملك اخناتون، وده كان اول ملك فرعوني نادى بالتوحيد ونادى ان في رب واحد للكون، مفيش كذا اله يعني. وابن الملكة كمان نفرتيتي. بعد ما اخو توت عنخ آمون اتوفى، اتولى توت عنخ آمون الحكم وهو في عمر 9 سنين، وكان متعين له مستشارين اقوياء يساعدوه في الحكم. واحنا زي ما احنا قلنا مقبرة توت عنخ آمون اخدت شهرة كبيرة جدا، ولو وفاة الملك توت عنخ آمون في سن صغيرة ده كان مسار جدل لحد الان، لحد هذه اللحظة كل العلماء المختصين بعلم المصريات عايزين يعرفوا هو مات ازاي، وتعملت دراسات كتير وتعملت ابحاث كتير في اللي يقول اتقتل وفي اللي يقول ده كان عي ومات. في حاجات كتيرة قوي وأقاويل كتيرة جدا ممكن تسرشوا عليها على جوجل وتسمعوا وتشوفوا ايه اللي اتعمل، وفي فيديوهات وأفلام تسجيلية كتيرة اتعملت على الملك توت عنخ آمون. وزي ما أنا قلت لكم توت عنخ آمون من الملوك اللي بيجذب الانتباه ليه هنا للزيارة لمصر. الأجانب بيجوا من آخر الدنيا وبيدفعوا فلوس كتير علشان يجوا يتفرجوا على مجموعته في المتحف المصري، وانتوا كمان روحوا يلا اتفرجوا على المجموعة في المتحف المصري. أما الفقرة دي فمعانا مواهب وأبطال، هيكون لينا لقاء بطفل أو طفلة موهوبين في الرياضة أو الرسم، في الغنى أو الموسيقى. تعالوا نسمع موهبتنا النهاردة مع حسن علي ومحمود شلبي. على أرض مصر كل يوم بنكتشف موهبة جديدة في جميع الأنشطة المختلفة، خاصة النشاط الرياضي اللي بيقدم لنا النهاردة موهبة صغيرة في كرة القدم. نتعرف عليك. اسمي يوسف أحمد، عندي 15 سنة، بلعب كرة القدم في نادي المقاولين العرب. مركزك إيه في الملعب؟ رأس حربة. وعدد الأهداف اللي سجلتها مع نادي المقاولين؟ سجلت 10 أهداف في الدور الأول و6 في الدور الثاني. راديو الأهرام قدر يوصل لمعلومة مؤكدة عن تفاوض بعض الأندية الأوروبية والمحلية معاك، هل ده صحيح؟ أنا فعلا جالي عروض إن أنا ألعب في أندية محلية كبيرة في مصر، وجالي عروض إن أنا ألعب في الدوري التركي والدوري الإيطالي. أكيد طبعا اتفرجت على الماتش الأول لمنتخبنا الوطني، رأيك إيه في أداء المنتخب أمام زيمبابوي؟ هو كان أداء متوسط لأن لعيبة أول مرة تشارك في بطولة كبيرة زي كده، بس إن شاء الله يعني هم هياخدوا الثقة الماتش الجاي. مين نجم المباراة من وجهة نظرك؟ محمود تريزيجي. توقعاتك إيه الماتش الجاي؟ إن شاء الله المنتخب المصري هيعمل سكور كبير على الماتش، ويعني إن شاء الله اللعيبة هتكون تلعب من بدون خوف لأنها خدت الثقة من أول ماتش. بنشكرك كابتن يوسف ونتمنى لك النجاح الفترة الجاية. أنا أشكر
راديو الأهرام اللي بيهتم بالمواهب اللي زينا. دليلك، أخبار من هنا وهناك، ورش وكورسات هتفيدك. تعال عرف التفاصيل مع نهى سعد. أصدقاء علاء الدين في كل مكان، ولاد وبنات أهلا بيكم. رجعنا لكم بأخبار عن أهم وأجمل الأنشطة والأماكن اللي عارفين إنها بتهمكم، حفلات ورحلات وكورسات وندوات وورش فنية في أماكن كتير زي النوادي والسفارات والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها كتير من الأماكن الجميلة. ورش لتنمية مهاراتكم الفنية بتنتظركم في مكتبة مصر العامة، والورش دي بتتضمن أشغال الخزف، أشغال الفوم والقماش، قشرة الخشب، أشغال الجلود، أشغال النحاس، العرائس القفازية، والعمر المطلوب من 6 سنين ل16 سنة. ورشة رسم للأطفال في ساقية الصاوي، ولسه مغامرات علاء الدين مستمرة مع أصدقائه الحيوانات بمساعدة مارد الفانوس السحري في مسرحية زهرة اللوتس يوميا على مسرح ميامي بالقاهرة الساعة 7:30 ما عدا الثلاثاء، وسعر التذكرة 30 جنيه، والسن بيبدأ من 4 سنوات. متحف الطفل بينتظركم في مغامرات معسكر الكشافة اللي هتبدأ 30 يونيو من 5 إلى 10 مساء، واللي هتتضمن مجموعة أنشطة مميزة زي ألعاب مغامرة، دورة إسعافات أولية، لعبة البحث عن الكنز، حرب الألوان، وطهي خلوي. السن المطلوب من 6 سنين ل15 سنة. أصدقائي الصغيرين، أصدقائي المستمعين، الحلقة مرت بسرعة، كان نفسنا نفضل معاكم أكتر من كده. استنونا في الحلقة اللي جاية مع علاء الدين. مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي، تقديم نجوى دديري.